أنا علمت منذ أن تم ضم قضية مبارك مع العدل، علمت وتيقنت أن مبارك قد مات. وأعيد على ما سامعكم أن الجلسة التي ستعقد يوم 3/8/2011 لم يحضر مبارك. مبارك عنده هبوط حاد وصعوبة في التنفس ونقل دم وفي حالة خطرة، ونقل العام ركزة وتوفاه الله. ده آخر كلام، لأن احنا مش هنسأل على الدائرة. والدليل على ذلك إن حتى هذه اللحظة وباقي أسبوع على نظر الدعوة، وإن المخلوع لم تصل القضية إلى محكمة المختصة، بقى أسبوع بس والقضية ما وصلتش. يبقى ده معناه إيه؟ في حاجة اسمها أنا شغلي في الجنايات بروح أجيب القضية من المحكمة قبلها بشهر، إنما عشان باقي أسبوع والمحكمة لسه، ده المفروض حتى بتبدأ تعمل عملية دشت القضية وتشوف تقرا كده الأول، تشوف الدنيا ماشية إزاي عشان تقدر تتقبل الموضوع قبلها على الأقل بأسبوعين. إنما أسبوع باقي ولسه المحكمة اللي هيتقدم المحاكمة يوم 3/8/2011 هو العدل فقط لا غير، وأما حسن مبارك فإن شاء الله يدفن في مقر الصدقة. شكرا. خلاصة الكلام ده كله، أنا مكان ده. خلاصة الكلام ده كله بثلاث حاجات. بس لصناعيه الفساد من قضايا قتل المتظاهرين مهمه جدا، لان حسن مبارك بيتحاكم على الاثنين مع بعض، يعني قضايا الفساد وقضايا قتل المتظاهرين لابد يتم الفصل بينهما. طيب خلينا بس نفهم المساله دي واحده بس، الثلاث بس عشان هو الراجل ده مهم. احنا اخترنا ازاي لهيئه الدفاع؟ لا لسه ما خدناش هيئه الدفاع. اسمعني بس، ما تحطش نفسك في وتبرد على الناس، استصل اللي بيجي دورك تتكلم يا استاذ. بتتكلم كذبت كل اللي انت قلته. والله هو عايز يعقب على الجزئيه بتاعت هيئه الدفاع. نسمع التعقيب برضه استاذ، الجلسه كويسه سعد. نسمع التعقيب. الله يكرمك. التعقيب ليه؟ يعقب وانت رد عليه، وانت رد عليه، رد عليه في الحته. احنا اخترنا ازاي 25 او 28 محامي؟ اخترنا استاذ محمد الضماطي ممثلا مع كان وكيل نقابه النقابه ومقرر لجنه الحريات، استاذ توسن امين عام كويس، وخدنا استاذ مدحت عاشور مثلا عن دمياط، استاذ احمد الحمراوي. يبقى خدنا من المستوى العام كويس، من كل يعني محافظه خدنا يعني ما يمثل. فده ليه اللي عملنا كده مع الدكتور محمود السقا ومع بعض اسماء كبيره، ودي فعلا ده اللي نزل اعلان في اليوم السابع وبعض الجرائد في الوفد والكلام ده كله، ان دي اللجنه عن المدعين بالحق المدني. وكان ده المفروض كنا عملناه من امتى يا استاذ محمد؟ من اول يوم حبيب العالم، واتفقنا على كده. في بعض الزملاء عاوزه ايه، احنا ايه يعني الناس اللي شغاله في الموضوع برضه نحط نفسها، مش مشكله نعمل توكيلات ثانيه، مفيش اي ادنى مشكله. لكن ده الشكل العام بالنسبه لنا، ان المجموعه اللي نازله كان خالد ابو كريشه او الاستاذ محمد الضماطي او الاستاذ توسن او المجموعه دي، مش مجموعه قليلين، الناس دي مش قليلين، صح ولا لا يا استاذ محمد؟ فهو اعتقد ان هم برضه قضوا يعني سرورهم بالحضور، وحضروا فعلا جزء كبير منهم. حضرت استاذ جمال تاج، حضر استاذ توسن، حضر، فمفيش مشكله. فانا عايز اعرف الاعتراض بالنسبه للمجموعه دي ايه؟ بس هي دي الفكره. المجموعه دي بتقول احنا شكلنا. ايوه احنا الاول قعدنا مع بعض، انت فاكر، وقعدنا مع استاذ محمد الضماطي. يعني احنا بنؤكد، فاكر الموضوع ده ولا لا؟ اؤكد اولا على احترامنا لكل هذه الشخصيات العظيمه الوطنيه اللي لا مجال للتشكيك فيها. كويس؟ وهي قادره على تحمل هذا. بس هي وجهه النظر اللي انا بطرحها على حضراتكم، ان تكون هذه تحت لواء نقابه المحامين، يعني ان تخرج هذه الهيئه باسمها هيئه الدفاع المشكله من نقابه المحامين للدفاع عن الشهداء وعن المصابين. ما ده اللي نزل بيه كده. لا، هذا الامر لم يحدث، ما نزلش بهذا الشكل. لا، صراحة النشر شكلت جماعه الاخوان هيئه من الدفاع، يعني عشان يبقى صراحة هو مش يعني هي اراء على اي حال احنا عايزين نتفق عليه. استاذ سعد، هو الاراء كده يعني تبينت اتضحت. اول حاجه زي ما الاستاذ محمد الزار بيدرس في اللجنه تشكيل هيئه الدفاع، تشكيل هيئه الدفاع باسم النقابه، باسم النقابه كلها وزنها باسم كل اللي جابه. تشكيل هيئه الدفاع في مجموعه من قبل المؤسسه الفدائيه المحاميه يا جماعه، يا تدور مجموعه من قبل المؤسسه الفدائيه وحاطط الاسباب. ما فيش ولا واحد في لجنه تحرير الاستاذ الضباطي حتى الان، احنا مش عارفين
احنا برضك لجنة الحالات هي اللعيبة بتشغل كله في البداية. قد يكون الاخوان بقى اهو استاذ مدحت على شغل الاساتذه كتير موجودين في المحافظات، لكن لو انت مشاركة كل التيارات اللي موجودة في النقابة ما اقدرش انا احجم يعمل لجنة يا سيدي. انا بتكلم انت مش غير بتكلم. فلو انت اللجنة دي تكون تكون على اتصال معاه، احنا على اتصال معاه، في ناس جاية من بره في التوقيت بتاعنا ده بالذات محامين برضه مصريين، فليه ليه ما يطرحوش فكرهم ويبقى فلان وفلان وفلان 25 واحد يبقى معاهم 6 او 10 لعيبة حريات، وده مش هيأثر، ده هيزيد العدد وهيبقى احسن، لان الموضوع كله هيحتاج ناس كتيرة جدا، مش زي الناس اللي هو لا احنا وخلاص ودي طبعا الناس كلها بتقول لك ده الاخوان.